السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيع فن مش عن عن. ايوه زي ما سمعت كده بالظبط، وزي ما قريت في عنوان الفيديو. هو ينفع ان انا اي حد ماشي في الشارع كده مش لاقي شغل اقول له تعالى واشتغل رسام؟ لا طبعا، الرسام ده واحد عنده مهارات الرسم مولود بيها، راجل عنده الكابابيلتيز انبورن جواه عشان يقدر يرسم، راجل لما يلاقي ورقة وقلم كده خياله ياخده انه يرسم صورة ولوحة فنية جميلة، ما بيسكتش على نفسه على حد ان هو عنده الامبورن كابابيلتيز للرسم، لا ده بينمي مهاراته عن طريق انه بيدرس، بيروح جامعة بيتعلم فيها اكتر، بياخد كورسات بينمي مهاراته في الرسم، بيحضر معارض عشان خاطر يعرف اكتر عن يعني مهارات الرسم، بيحضر مؤتمرات، بينمي نفسه بصورة متطورة. عشان كده اقدر اقول عليه انه ده رسام فنان. نفس الموضوع بالنسبة للبياع. البياع عشان يكون فنان لازم يبقى عنده الامبورن كابابيلتيز بتاعة البيع، مش اي حد كده والسلام يبقى عنده مهارة البيع موجودة جواه. تقدر كده في 5 دقايق تبص عليه تقول هو ده فعلا بياع فنان ولا ملوش في فن البيع. يعني باختصار كده، لما انا الاقيك راجل جود توكر، عندك مهارات التفاوض، عندك مهارات التواصل مع الاخرين، مستمع جيد، محلل جيد للمشاكل، كمان قادر على انك تنمي مهاراتك باستمرار، عندك مهارات متعددة، تقدر تقوم بتاسك مختلفة في نفس الوقت، اقدر اقول عليك ان انت بياع كويس. بالاضافة انه طبعا انت بتنمي نفسك من ناحية الماركت، وعندك ماركت نوليدج، وعندك برودكت نوليدج، وعندك كومبيتيتور نوليدج، بتنمي نفسك من ناحية متطلبات السوق. ساعتها نقدر نقول انه انت بياع شاطر، بالاضافة انك كمان مع ده كله بتنمي نفسك بكورسات ومهارات في البيع والدعاية، انك تحسن من مهاراتك البيعية ومهاراتك التسويقية. ساعتها تقولي طب انا محتاج كورس في ايه بقى، ما انا عندي كل الصفات دي، في منها الامبورن وفي اللي انا اخدته بالاحتكاك. لا طبعا، انا عايز اقولك انه الكورسز والمهارات البيعية بتفرق البياع اللي هو واخد الموضوع بناء على فطرة، والبياع اللي واخد مهارة البيع بناء على دراسة وبناء على خبرة. وإلا يعني كان ممكن ان احنا نجيب حد شغال في محل بقالة مثلا نقول له يا عم تعالى نشغلك في شركة أدوية ولا في شركة أجهزة إلكترونية تبيع الأجهزة دي. لا طبعا، في مقومات عديدة جدا. تقدر نقول كمان ان احنا كان ممكن نقول في النواحي الفنية مثلا انه في طبعا الشركات الكبيرة بتعتمد على أساتذة الجامعة انها تشتغل في الشركات دي كقوة فنية. طبعا مش كل الناس فيهم بيتعدوا اصابع اللي بينجحوا منهم انه يعني يبقى بياع شاطر مع التكنيكاليتي اللي هو موجوده معاه، وانه يكون عنده النقط الفنيه قويه، لكن العكس ممكن سهل انه يحصل، انك تلاقي راجل بياع كويس مع التمرين ومع اكتساب المهارات ومع اكتساب الفنيات ممكن يبقى بياع قوي جدا من الناحيه البيعيه ومن الناحيه الفنيه في نفس الوقت. اثبت لك الكلام ده كده يعني بتجربه لذيذه في امريكا. قام بيها مجموعه من الامريكان وجابوا 5 قرود وحطوا قدامهم صباطه موز، ومجرد انهم حطوا الموز قدام ال5 قرود، القرود جرت على صباطه الموز، راحوا هم رشوا عليهم ميه، القرود بعدت. كرروا نفس التجربه تاني وجابوا ال5 قرود هم وحطوا قدامهم صباطه الموز، القرود شافت الموز جرت عليه، راحوا رشوهم بالمية، القرود خافت وجرت تاني. كرروا نفس التجربة للمرة الثالثة، جابوا صباطة الموز وال5 قرود هم واكتشفوا انه ال5 قرود ما بيتحركوش وما راحوش لصباطة الموز عشان ياكلوها. وده طبعا بيدينا انه القرود اخدت خبرة انه هيترشوا بالمية لو قربوا من الموز. راحوا جايبين عملوا عملية احلال لقرد جديد في المجموعة، بقى في 4 قرود قدام وقرد جديد ما عندوش الخبرة دي، وحطوا قدامهم صباطة الموز. أول ما حطوها راح القرد الجديد
هو اللي جري عشان ياخد الموز، فراحوا المجموعة الأربعة اللي باقيين اللي عندهم خبرة طبعا راحوا لاحقينه قبل ما ياخد يترش بالمية، وهو ما يعرفش ايه اللي حصل، لكن هو سمع كلامهم وخلاص. راحوا مزودين كمان، عملوا إحلال لواحد تاني من الناس اللي عندهم خبرة أو من القرود اللي عندها خبرة، وحطوا قرد جديد تاني ما عندوش خبرة خالص، وحطوا صبادة الموز. بصوا لقوا انه القردين الجداد جرهم على صباطة الموز، القرود القديمة اللي عندها خبرة لحقتهم، وهم ما يعرفوش ايه المشكلة وايه الخطر اللي كان موجود واللي انقذهم منهم الثلاث قرود اللي عندهم خبرة. فضلوا يعملوا احلال للقرود اللي موجودة لغاية لما بقى كل الخمس قرود اللي موجودين في المجموعة جداد، ولكن هم يعني مجرد ان هم حطوا لهم صباطة الموز لقوهم ما بيروحوش لصباطة الموز، وده نتيجة ان هم اخدوا خبرة ان في خطر موجود لو قربوا من الموز، لكن ما يعرفوش ايه هو الخطر ده بالظبط. هو ده بالظبط، لقوا ان احنا تقريبا 90% من التقاليد والعادات اللي احنا بنقوم بيها ناتجة عن تعود وتقليد بس للاخر، بعيد عن انه تبقى في كرياتيفيتي او شغل خاص من الشخص نفسه. نطلع من التجربة دي ان ياريت بلاش نمشي بمبدأ ابو لهب وكفار قريش، نقول هكذا وجدنا اباؤنا يفعلون. لازم تطور من نفسك، لازم تحسن من امكانياتك، لازم تحسن من مهاراتك. عشان كده تابعني في كورس البيع والإدارة من البداية للاحتراف مع دكتور محمد نعيم. بتمنى لك كل توفيق، مع خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.